صلوات الله وسلامه عليه. ليلة ظاهرة الأنوار، جليلة القدر، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا إلى الوجود، فكان مبعثه رحمة للعالمين، رحمة شاملة عامة على سائر الخلق. بمسجد حسان بالرباط يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفلا دينيا بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أجواء قدسية تشع بالتقوى والإيمان في هذه المناسبة الدينية المهيبة، وأمير المؤمنين يسير على نهج جده المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه في التمسك بتعاليم الدين السمحة، ويبذل الجهد الجهيد في سبيل قيامه بالأمانة العظمى إبرازاً لروح الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال. وهي مناسبة للتذكر والتفكر وتأمل سيرة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي تحن له القلوب وتطيب به النفوس وتقر به العيون. وما سيرة النبي إلا تبيان واضح يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية في شموليتها، تتجلى في مثلها الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية متجسدة في حياته عليه السلام. فنبوءته انبلجت في ظلام جاهلي دامس، حيث التقت البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالسماء، فكانت رسالة آخر المرسلين التي بعثها الله بالحق تشفى بها الصدور وترتقي بها الأنفس وتسمو بها العقول. فسبحان الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه، واصطفى نبيه وصفيه من عباده، وأبدع تربيته وحلاه بصنوف الأخلاق، فأحسن خلقه وتأديبه، وزكى أوصافه الشريفة وأخلاقه المنيفة، فأكرمه ونعمه وسواه وعدله، كساه من حلل الكمال ووشحه من نور هيبة وجمالا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من غدا في الشمائل قبلة الناس وبهجة الحائرين. وكان هديه نبراسا للعباد، فكان الأصدق قولا والأكرم مهجة والأكمل طبعا. وقد اصطفاه ربه على العالمين وجعله أسوة حسنة لعباده المؤمنين، وزكاه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. حيث كان الناس قبلهم في تيه وجاهلية يعمهون، فأرسل الله عز وجل نبيه للناس كافة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم أمرهم أن يتأسوا به وينقادوا لأمره ونهيه. ومن فضل الله عز وجل على أمتنا أن بعث فيها خير رسله وأفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول المصطفى والنبي المجتبى، ختم الله به أنبياءه واختصه دون غيره من الرسل بفضائل وخصائص كثيرة تشريفا وتكريما له، مما يدل على جليل قدره وعلو منزلته عند ربه. ولنا في دراسة السيرة النبوية فوائد عديدة، التي هي من أهم وسائل تحقيق محبته في قلوبنا، فمن خلالها نعرف قدره. فخصائصه صلى الله عليه وسلم هي ما اختصه الله عز وجل بها وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. Yeah.
Yeah.
وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد روض المحاسن المبرور والولي الذي قلبه بذكر الله معمور اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كريم الأسلاف وسيد الأشراف وبدر التم الكامل الأوصاف وحبيبك الذي مدحته في سورة الأعراف وانتخبت نسبه الطاهر من ثرات بني قصي وعبد مناف صلى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا محمد روض المحاسن البشير النذير والممدوح الذي لم يوجد له في الناس شبيه ولا نظير اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخليلك الغائب في بحور توحيدك والمتلذذ بذكرك وتمجيدك المشغول بك عمن سواك الباذل نفسه في طاعتك ورضاك الله الذي العلا نوره تشع
والصحاب أجمع. الله الله خير البرايا شم المزايا سد السجايا عالي المقام الله صلي على لا سماء وعلى أحمد الخاتم من بني هاشم من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته الأكرمين مولاي أمير المؤمنين. كلما حلت مناسبة احتفائكم بالمولد المعظم لجدكم الأكرم عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام تجدد لي الشرف بأن أقدم بين يديكم الكريمتين موجزا عن عمل المؤسسة العلمية في السنة المنصرمة. والمؤسسة العلمية يا مولاي من أدوات القيام بأمانتكم في حماية الدين في ثلاث جهات، هي جهة العقيدة، وجهة تأطير العبادة، وجهة الدعوة لمكارم الأخلاق. بينما تقوم المؤسسات الأخرى بدورها إلى جنابكم إلى جانبكم لحماية الدين من جهة الكليات الشرعية الأخرى، إذ أن نظام مملكتكم المتمثل في إمارة المؤمنين بخصوصيته وشموليته ينسحب على أمور الدين بالمعنى الخاص وبمعنى الدين الشامل لكل مناحي الحياة. ولقد انصب اجتهاد المؤسسة العلمية في العقدين الأخيرين على حماية الدين من جهة صيانة الثوابت وتأثير العبادات، فتحصل من هذا الاجتهاد اقتناع جمهور الأمة بضرورة حياد المساجد وحياد القيمين الدينيين إزاء الاجتهادات السياسية لمختلف التيارات المجتمع. أما في السنة الفارطة فقد توجهت المؤسسة العلمية في الاتجاه الذي قدمت لجنابكم الشريف لمحة عنه في المناسبة السابقة تحت عنوان تسديد التبليغ، ومعنى تسديد القصد لبلوغ جوهر التدين، وهو التحلي بالإيمان المثمر للعمل الصالح، ومشروع لتقريب الشقة بين توجيهات الدين في الأخلاق وبين واقع سلوك المتدينين. وفي بيانها تؤكد المؤسسة العلمية أن المشروع في جملته وتفصيله إنما هو رجوع إلى الأصل في المنهج النبوي المتمثل في البيان المصحوب بالمتابعة الميدانية من أجل التغيير الفردي والجماعي، تغييراً يدور على التوحيد بمعنى التحرر من الأنانية بمرجعية الحقيقة، حقيقة أن الله الواحد الخالق قد بيّن للناس بالوحي معنى الحياة وكيف ينبغي أن تعاش. ويقتضي العمل بهذا المنهج النبوي في تصحيح التدين أمرين، أولهما جمع انتباه المبلغين من خلال كل أشكال التبليغ حول شرطي الحياة الطيبة كما بيّنها القرآن الكريم، وهما الإيمان والعمل الصالح،
وثانيهما الحرص الميداني انطلاقا من المساجد على أن تكون لكل الالتزامات بالمقال مصحوبة بالحال المثمرة للعمل، وهي مهمة العلماء المستلهمة من سيرة النبي المبلغ في الحرص على الناس. وبهذا الصدد عملت المؤسسة العلمية على إشراك كل المعنيين بالتبليغ، هم العلماء والعالمات والخطباء والأئمة والمرشدون والمرشدات والوعاظ والواعظات والمسهمون في الإعلام الديني السمعي البصري، وأعدت الوثائق الأولية اللازمة للبيان والتوجيه، وبدأت تسديد التبليغ من خلال اقتراح خطب الجمعة في موضوع الإيمان، وهي تشتغل بملائمة مضمون بقية وجوه التبليغ مع مقاصد التسديد، ولا سيما مع مادة الوعظ في المساجد، ومع مادة التكوين المستمر للأئمة، ومع برنامج التكوين في معهد محمد السادس للأئمة والمرشدين والمرشدات، مع إتاحة المتابعة عن بعد المتخرجين السابقين، على أن المؤسسة العلمية واعية بأنها بموازاة مع العمل في أرض الوطن مطالبة بالتعاون لوضع صيغة لملائمة لهذا المشروع مع جهتين، هما المجلس العلمي المغربي لأوروبا ومع فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، كما أنها واعية بأنها بحاجة سواء في البيان النظري أو في التدخل الميداني إلى الاستفادة من خبرات المختصين، لا سيما في أمور التربية والصحة والانسجام العائلي والإدمان والاقتصاد في المعيشة، على أن دور المبلغ في جميع السياقات يقتضي التذكير النافع بمقاصده في محاسبة النفس لاتقاء شحها والتأهل للعطاء بجميع أشكاله إرضاء لله تعالى في تنمية المنافع الدنيوية وإسهاما في السلم الاجتماعي مع استدرار البركة في مال الأمة. ومن المفترض أن تصحب هذا المشروع عملية قياس آثار التدخل الميداني، ومن ثم استشراف آفاق رحبة في تحسين علاقة التدين بالحياة، وهي آفاق نرجو من الله تعالى أن ييسرها وأن تكون في تجلياتها فيما يرضي الله من الفتوح المكتوبة لجلالتكم يا مولاي في خدمة الإسلام والمسلمين. حفظ الله سيدنا الهمام وأدامه حاميا للملة والدين، والسلام على المقام العالي بالله. يقدم السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية في هذا الحفل الديني الكبير، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مولاي أمير المؤمنين، يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية السيد محمد بن الوالي من مدينة وجدة. يسلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية للسيد محمد بن الوالي من مدينة وجدة. ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير، وهو السيد جمال الدين عبد السلام الزوير من ليبيا. جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير يسلمها أمير المؤمنين للسيد جمال الدين عبد السلام الزوير من ليبيا. ثم الفائز بجائزة محمد السادس الدولية في تجويد القرآن الكريم مع حفظ خمسة أحزاب السيد أحمد سالم مكوية من تنزانيا. ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي السيد فيصل الناصر من مدينة تفلت. جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي للسيد فيصل الناصر من مدينة تفلت.
ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي السيد زكريا مسلك من مدينة سلا. جائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي للسيد زكريا المسلك من مدينة سلا. ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق السيد عبد الفتاح آيت بيركان من مدينة مراكش. وجائزة محمد السادس التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيد عبد الفتاح آيت بيركان من مدينة مراكش. ثم الفائز بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق السيد إسماعيل الفريحي من مدينة مكناس. جائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيد إسماعيل الفريحي من مدينة مكناس. ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية السيد المعطي حصاري من مدينة أبي الجعد. وجائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية للسيد المعطي حصاري من أبي الجعد. ثم الفائز بجائزة محمد السادس التفوق في فن الحروفية السيد محمد الشرقاوي من مدينة فاس. جائزة محمد السادس التفوق في فن الحروفية للسيد محمد الشرقاوي من مدينة فاس. مولاي أمير المؤمنين يتشرف أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بالسلام على جلالتكم. وأعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية هم السادة الدكتور محمد يوسف، الدكتور محمد الكتاني، الدكتور إدريس خليفة، الدكتور الشاهد البوشيخي، الدكتور أحمد شوقي بن بين، الدكتور أحمد شحلان، الدكتور عبد الحميد العالمي، الدكتور ياسين حوحود، الدكتورة الدكتورة خديجة أبو زيد، والدكتورة فريدة زمرو. ذكر لله تعالى وثناء على أفضاله في هذا الحفل البهيج الذي تعطر بآيات بينات من الذكر الحكيم وسماع أعذب الأمداح التي ألفت حول سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويأتي إحياء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة وأبهى التسليم
الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي وإلى اللقاء.